بخصوص هذه الدراسة، شعبة الهندسة المدنية تتضارب الآراء حول أنها حلال حرام، أعطينا الفتوى الصحيحة لهذه الشعبة. لا، هذه بالعكس، هذه من أهم العلوم التي ينبغي أن يهتم بها الإنسان المسلم، لأن إذا جاء شخص يقول الهندسة المدنية حرام مثلا. لا سيدي الشيخ، هي مش قصدها انه الشعبه بحد ذاتها دراستها حلال ام حرام. هي قصدها انه لما انا نكري هذه الدبلوم تاعي لشخص اخر يعمل بالدبلوم تاعي، هل هذا حلال ام حرام؟ ايضا فيها يعني تخصصات اخرى مثل طب البيولوجيا ايضا يكري الشهاده تاعو، ايضا طب الصيدله ايضا يكري الشهاده تاعو، هل هذه العمليه حلال ام حرام؟ هذه يخشى أن لا تكون جائزة، يخشى أن تكون حراما، لأن المقصود هو الخبرة، المقصود الخبرة، لأن الآن الدولة لما أمرت فلان من الناس أن يفتح مشروعا، والمشروع اشترطت عليه أن يكون دبلوم، موجود دبلوم مثلا صيدلية، مثلا اشترطت عليه أن يكون في الصيدلية يعني شخص يحمل دبلوم صيدلي، فالمقصود هنا وجوده خبرة، هذا المقصود. وبالتالي هو إذا كان ربما لم يدرس في الجامعة أصلا، أو إنسان حتى عامي ويستأجر دبلوم صيدلة لكي يفتح به محل الصيدلة، بالتالي هنا قد يكون شيء من المخاطر، لأن لا يوجد صيدلي، يعني لا يوجد شخص متخصص في الصيدلة فعلا موجود في المحل. نعم، سنثير غير موجود أصلا. نعم، يعني صيدلي إنما فقط شهادته موجودة فقط. نعم، وبالتالي أين هي الخبرة المطلوبة؟ إذن وبالتالي وجود الخبرة هنا لنجاح العمل لكي يؤدي العمل على اكمل صوره. نعم، يعني لا يجوز كراء الشهادات. وبالتالي نعم، هذه يخشى ان لا تكون جائزه، يعني لان فيها شبهه. والله اعلم.